أغنية للسيدة أم كلثوم حتى لا يظن الناس أن الملحون ورجال الملحون وجمعية رحاب الإسماعيلية يحتقرون الآخر أو يبعدون الآخر. أنا ما غاديش نذكر الشاعر لأن كيهمني اللي بلغتني. أش قلت؟ أين من عيني حبيب فيه عز وجلال وحياة؟ هي غير مطربة، ما هي شاي عالمة من علماء الأخلاق أو علماء الاجتماع. كانت تقول أين من عيني حبيب فيه حسن وجمال وبهاء. هي ما بغاتش الشكل، بغات المضمون. هي ما بغاتش المبنى، بغات المعنى. أين من عيني حبيب فيه عز وجلال وحياة؟ واثق الخطوة حيث فيه عز وجلال، يمشي ملكا حيث فيه ما كيدورش هذا الوطوغوش، حيث فيه حياء. هذا الرجل إلا لقات أي امرأة لا تستنكف تحط خدها للأرض وتقول له اصطب وتجي أحلام الشيد وأحلام العسل، لأن المرأة تحب الرجل قبل أن تحب الفحل. يا والآن نرجعوا للسيدات في الشرق، كيقولوا للمرأة السيدة فلانة، لكن العامة في المغرب كيقولوا لها لالا فلانة. وشنا هي لالا؟ وشنا هي لالا؟ شكون اللي بحث في لالا منين جايه؟ لالا هي محرفة عن العلة، والعلة هي مؤنث العين، وراه مذكور في القرآن رجعوا ليه. لا يرعون إلا ولا دماء ولا شي حاجة هكا. العلم هو الموقر المبجل المعظم في القبيلة، ما كيمشيش معاهم السبي. لما كتكون صغير عبس على دبيان وصغير دبيان على فزارة وصغير فزارة على إلى آخره، ما كيمشيش معاهم، ما كيخش معاهم التويزة. إلا بغاو يحضروا يحصلوا الزراع ولا الشعير ولا يقطفوا التمار، لا، كل شيء كيجي حتى للدار. والمؤنث ديالو العلة. عندما نقول في المغرب للمرأة لالا فنحن نقول لها العلة، وقد تنوسيت العلة في الجزيرة العربية وحلت محلها العقيلة، عقيلة في القرية. لماذا أقول هذا؟ لا تكونوا شي غير ذكور فقط، كونوا رجال إلا بغيتوا تحصدوا الملحون وتحصدوا الطائفة العساوية وتحصدوا الطائفة الحمدوشية وتحصدوا الطائفة التواتية. كونوا رجال باش تحصدوهم، كونوا رجال باش تدافعوا على بنتكم وتزيد ازدهارا ويكمل رقيها وتكمل نهضتها. كونوا رجال، لا تكونوش غير ذكور فقط. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وأرجو أن لا أكون أطلت في غير طائل. والسلام عليكم ورحمة الله.